السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، هنكمل مع بعض شرح يونت 5 ليسن 4 ام 5. عندي هنا الفوكابلري traditional تقليدي، skills مهارات، فلوكا الفلوكا دي عبارة عن مركب صغير، sunshine أشعة الشمس، sailing boat مركب شراعي، magical سحري، experience تجربة أو خبرة، sail الشراع. عندي كمان beautifully بطريقة جميلة، the great pyramid الهرم الأكبر، warm دافئ، gently بلطف أو برفق، peaceful هادئ، peaceful awesome wonderful رائع، عود آلة العود، on board على متن السفينة. التعريفات قلنا magical سحري، very enjoyable يعني ممتع، جميل، enjoy استمتع، enjoyable ممتع، حاجة ممتعة، and exciting ومثيرة، skill مهارة، the ability to deal with يتعامل مع، يبقى القدرة انك تتعامل مع حاجة بطريقة كويسة، يبقى the ability to deal with something well، sales الشراعات، large pieces of cloth قطع كبيرة من القماش، on boat اللي على المركب، that make the wind push the boat بتخلي الرياح تدفع المركب والمركب يمشي. طيب قال لك ان الادفيرب اهو، الادفيرب ده الظرف بيساوي الصفة بس اضيف لها ال واي، يعني انا عشان اجيب ظرف من صفة احط لها ال واي، يعني مثلا عند ساد حزينة، sadly بطريقة حزينة او بحزن، beautiful جميل، beautifully بجمال، اي بطريقة جميل. تعالى هنا بيجي لك باراجراف برضو، لك التريب، يقول لك اعمل لي على تريب داون ذا ريفر نايل اون فلوكا، رحلة الى نهر النيل بالفلوكا. today النهاردة I had an amazing experience، عندي خبرة او تجربة رائعة، I went on a فلوكا، رحت بالفلوكا on the river Nile في نهر النيل. افلوكا، بص بقى التعريف ده مهم، افلوكا بيجي في الاسئله على طول، is a traditional Egyptian sailing boat، تاني افلوكا حط خط تحتيها، is a traditional Egyptian sailing boat، يعني الفلوكا مركب شراعي مصري تقليدي. دي اول معلومه، يبقى لو جالك اتكلم لي على الفلوكا او رحله بالفلوكا، الفلوكا is a traditional Egyptian sailing boat. It's made of wood. مصنوعة منين؟ من الخشب. A tall man called كريم. رجل طويل اسمه كريم. Was the captain of the boat. كان كابتن المركب. أفلوكا is حاجة مهمة. أفلوكا is difficult to sail. الفلوكة صعبة الإبحار. But ولكن كريم was very strong. كان قوي. And had the skill to do it. وكان عنده المهارة إن هو يعمل دي. The trip was amazing. الرحلة كانت مدهشة. We went slowly. ذهبنا ببطء down the river in the warm sunshine. في الطقس الدافئ. The boat had two white sails. المركب كان فيه شراعين. Which moved gently. الشراعات دي بتتحرك بلطف. In the wind في الرياح. It was so quiet. كان هادئ. And peaceful. Quiet و peaceful يعني هادئ وهادئ. A lovely way to travel. طريقة جميلة للسفر. We stopped to see some incredible. توقفنا لكي نرى. We stopped to see some incredible things along the way. I saw the pyramids. شفت الأهرامات of Giza for the first time. المرة الأولى in my life. في حياتي. They were awesome. The pyramids were huge. الأهرامات كانت ضخمة. And the stone were the color of the gold. والأحجار كانت في لون الجولد، لون الجولد، الجولد اللي هو إيه؟ الذهب. The great pyramid الهرم الأكبر، the tallest of the three pyramids الأطول من ثلاث أهرامات، 147 متر صغير ارتفاعه. It was wonderful كان رائع. In the afternoon في وقت الظهر we had a delicious lunch كان عندنا غداء لذيذ. On board يعني إيه؟ On board the فلوكة على متن الفلوكة. And there was a man playing traditional Egyptian music. وكان في راجل بيعزف موسيقى مصرية تقليدية اللي هي ايه؟ الأود. He played beautifully. كان بيعزف بطريقة جميلة.
And the music was magical. والموسيقى كانت سحرية and relaxing ومريحة. What a day. يا له من يوم. I had such a wonderful experience. طبعا هنا بيجي لك موضوع بيجي لك باراجراف يقول لك كلمني على رحلة إلى نهر النيل. نتكلم بقى عن الفلوكة. طب ليه معناها إيه؟ Exercises تدريبات عامة على listen 4 and 5. Read and complete the text with the word in the box. لازم في الأول تترجم الكلمات اللي في البوكس. عندك كلمة سيلز معناها شراعات. وود خشب. فلوكة الفلوكة. كابتن القبطان. سانشاين ضوء الشمس. Today I had an amazing experience. النهاردة أنا عندي تجربة رائعة. I went on a رحت on a فلوكة. يبقى رحت بالفلوكة. On the river Nile. الفلوكة is a traditional Egyptian sailing boat. الفلوكة هي مركب شراعي مصري تقليدي. It's made of مصنوعة منين؟ wood. wood من الخشب. A tall man called كريم was the captain. كان الكابتن القبطاني of the boat. الفلوكة is difficult to sail. الفلوكة صعبة الإبحار. But كريم was very strong. ولكن كريم كان قوي. And had the skills وعنده المهارات to do it. The trip was amazing. الرحلة كانت مدهشة. We went slowly down the river in the warm sunshine. The boat had two white يعني sails. المركب كان فيه ايه؟ شراعين لونهم ابيض. طيب كده السؤال الثاني. Choose the correct answer. Music الموسيقى is it's very enjoyable and exciting. يبقى magical سحرية. Number two, the word means معناها the ability القدرة to deal with something will القدرة انك تتعامل مع حاجة skill بمهارة القدرة انك تتعامل مع حاجة بطريقة جيدة. Number three, we went on a trip رحنا في رحلة in the sunshine in the warm في ضوء الشمس الدافئ. Number four, the of boats are made of cloth مصنوع من الكلوث القماش. يبقى ايه المصنوع من القماش؟ لا هي حاجة في المركب مصنوعة من القماش هي سيلز الشراعات. Number three, put the words in the correct order to make sentence. Number one, the music الموسيقى was relaxing and magical. Was كانت relaxing مريحة and magical and ايه magical. And magical وسحرية. Number two, what did they do in the afternoon? Number three, is difficult to sail. الفلوكة صعبة الإبحار. Is difficult to sail. Number four, punctuate with the following. نبدأ بكابيتال W وهنا عندي full stop. تعالى عندي تدريبات على lesson 5. اوكي الاستماع هنقرا الاستماع مع بعض. صفحه كام؟ 206. طيب تيست 9 اون يونت 5 يعني الاختبار التاسع. اوكي فين تيست 9؟ Test 9 on unit 5. Some animals, بعض الحيوانات معايا, can live in the desert. One of the desert animal is the camel. The camel is very strong animal. It can carry heavy things. Camels can live for a long time without water. The camels have flat feet, so they are perfect for the desert. Question number one.
Some animals can live. طيب number two, the camels is a very strong. Camels can live for a long time without water. The camels have flat feet. Choose the correct answer. Number one, they don't know anything about this culture. Mystery. هما ما يعرفوش حاجة عن الثقافة دي. It's a mystery. غامضة. Number two, to means to move from side to side. معنى انك تتحرك من جنب لجنب. يبقى تو ايه؟ To ask. To explore. سوي explore يستكشف. سوي يتمايل كده او يتأرجح. Number three is a type of earth, نوع من الارض. That is sticky, لزج when wet, لما يبقى مبتل. طبعا ده ايه؟ clay. الصلصال. Number four, the boat had two white. المركب كان فيه two white ايه؟ sails. Two white sails, شراعين. Read and complete the text with the word in the box. Marco Polo was 21 when he went into the Gobi Desert for the first time. He was fascinated. يعني كان منبهر. Fascinated by the sand dunes, which moved with each step the camels made. Some of the بعض من dunes بعض القزبان were 60 meters tall and 20 meters long. Their shape were always changing. The wind, الرياح يعني, made them move, خلتهم تتحرك and roll with lift like huge yellow waves. In fact, the local people called the Gobi Desert the dry sea. Question number five, read and the text and answer the question. Today, النهاردة, I had an amazing experience. عندي خبرة رائعة. I went on a fluka. روحت بفلوكة on the river Nile. في نهر النيل. A fluka is a traditional Egyptian sailing boat. هي مركب شراعي تقليدي. It's made of wood. بصمة الخشب. A tall man called Karim. رجل طويل اسمه كريم was the captain of the boat. كان كابتن البوت. A fluka is difficult to sail. فلوكة صعبة البحار. But ولكن كريم was very strong. strong يعني قوي. And had the skills. وعنده مهارات to do it. The trip was amazing. رحلة كانت شيقة. We went slowly down the river in the warm sunshine. The boat had two white sails which moved gently in the wind. It was so quiet, peaceful, a lovely way to travel. بصوا number one. لسه كمان هنا. We stopped to see some incredible things along the way. Two. I saw the pyramids of Giza for the first time in my life. They were awesome. The pyramids were huge and the stone were the color of gold. The Great Pyramid is the tallest, of the three pyramids. It's 147 meters high. It was wonderful. Question number one. The best title of the text is An Amazing Experience. تجربة رائعة. The opposite of the underlying word strong. Axe strong. Weak dive. يبقى strong قوي. Weak dive. احفظ بقى كلمة weak. تتكرر. The writer went on a fluka. الكاتب راح بالفلوكة on the river Nile. طيب. Answer the following question. Describe the captain of the boat. اوصف قبطان السفينة. او المركب ده. فين? كان ايه? السطر الكام? اللي هو تحت. أربعة. يبقى he was and strong. He was very strong and had the skills to do it. يبقى دي جابت السؤال الرابع. السؤال الخامس. What is the fluka? ايه الفلوكة طبعا. الفلوكة اللي هي ايه? A traditional Egyptian sailing boat. Sailing boat. Traditional Egyptian sailing boat. دي جابت السؤال الخامس. فلوكة ايه traditional Egyptian boat. يبقى دي السؤال الخامس. طيب. And يبقى both the words in the correct order to make sentence. ضع الكلمات في الترتيب المناسب لعمل الجمل. يبقى هنقول ايه? Where there هل كان يوجد any sand
sand dunes. هل كان يوجد أي كثبان رملية؟ Number two. Marco Polo. Was an Italian explorer. مستكشف إيطالي. Number three. Where was أين كانت your last vacation. أين كانت أجازتك الماضية. Question number six. Read and write in the correct form of the word between practice. We doesn't go to the cinema yesterday. Yesterday أمس. لا. ما في فعل في المصدر هنا. يبقى نفي الماضي إيه؟ Didn't والمصدر يبقى didn't. Was a word لما يكون في صفة أو اسم. Number two. When did you? Came. لا عايز المصدر بقى. Come. Come back. فانكت وز فيلون كابيتال دبليو معموله. هناخد ماركو والنقطه في الاخر بولو معموله اهو. طب لو هنعمل كله نبدا بكابيتال بعد كده ماركو بعد كده بولو بعد كده ايه كويشن مارك علامه استفهام. افيمس ترافلر ان ذا بيست يعني ايه مسافر مشهور من الماضي. ماركو ماشي هنتكلم عن ماركو بولو. يعني مثلا ممكن نقول ايه ماركو بولو was an Italian explorer. يعني مستكشف إيطالي. He was famous. كان مشهور صح؟ طيب. He explored. هو استكشف many places. كثير من الأماكن. صح كده؟ طيب. He went to China. راح الصين. He went to it's China. طيب he wrote كتب ايه diary صح. كتب a diary صح. He had a museum. كان عنده متحف. طيب نكمل مع بعض تيست 10 on unit 5. بس هنحل كده من غير ما نكتب عشان دي هناخد هوم ورك. هنستمع مع بعض الى الاستماع. عندي هنا ماشي تيست 10 يونت 5. رانيا is 13 years old. She traveled to Croatia with her parents last week. They went to an island called Krokila or Krošila. They visited the Marco Polo Museum there. It's a very interesting place. The museum is all about travels of Italian explorer Marco Polo. Number one, Rania is 13. Rania traveled to Croatia. Marco Polo is an Italian explorer. Rania visits the Marco Polo Museum. So I'll tell you choose the correct answer. There is a traditional sailing boat. يعني فلوكة. فلوكة هي ايه؟ مركب ابحار تقليدي. Number two. The village was quiet and peaceful. القرية كانت هادئة و peaceful مسالمة. I could sleep well there. Number three. Is a group of camels. مجموعة من الجمال. Caravan. طيب يبقى دي كارفان القافلة. Number four. There are a lot of in the desert. في كثير من sand dunes في الصحراء. بعد كده read and complete the text with the word in the box. Marco Polo was 21 when he went into the Gobi Desert for the first time. He was fascinated. ماشي. Fascinated. متى هيدا كان في الامتحان اللي فات. What she moved each step the camels made. Some of the dunes بعض الكثبان were 60 meters tall and 20 meters long. The shape were always changing. The wind الرياح made them move and roll like usual waves. In fact, the local people called the Gobi Desert the dry desert. الصح أو dry sea. ماشي. Number four, read the text and answer the question.
almost من تقريبا كده 100 years ago local people in the small village of Nok in Nigeria, a country in West Africa, found some unusual object under the ground. These objects were beautiful clay sculpture of humans. The sculpture was all in the same style. They had large eyes and complicated hairstyle. They were usually in a sitting position with their hands on their legs. The quality of the work was incredible. Incredible يعني رائع أو لوسن. A team of archaeologists went to the area to find out more. Choose the correct answer. The main idea of the text is about a small, a surprising discovery. اكتشاف مدهش. نتكلم عن اكتشاف. The underlying word incredible. كلمة incredible means surprising. Nok is a small village. Where is Nigeria? In West Africa. غرب أفريقيا. لما تحلو. Why was a human sculpture usual? ليه كانت غير عادية؟ أو وزير عشان هما كان عندهم إيه؟ They had large eyes and complicated hairstyle. يبقى دي جبت السؤال الرابع. السؤال الخامس هو ده الخامس ده عفوا. ده السؤال الخامس. طيب بعد كده what the word is in the correct order to make sentence. He was fascinated by the sand dunes. يعني كان منبهر بالكثبان الرملية. Where did you go on vacation? أين تذهب في الباكيشن الأجازة؟ I had an amazing experience. يعني قمت بتجربة رائعة. Read and write is the correct form of the word between practice. Does Sama go to the hospital last Monday? خلي بالك last Monday يبقى did. They buy a new house. Bought عشان ايه اجو. طيب بعد كده بنك توزع فلوس هنبدا بكابيتال دبليو وهنا كويسشن. Amazing trip رحلة مدهشة ممكن نتكلم عنها او عملناها صح؟ اقول لك ايه مثلا last week الاسبوع الماضي I had an amazing trip to the Nile. I went on a فلوكة رحت بالفلوكة to the river Nile. تمام؟ بعدين نتكلم عن فلوكة. فلوكة is a traditional Egyptian sailing boat. It's made of wood. The sunset was amazing. I watched the pyramids. The pyramids were shining. I had a nice day. قضيت يوم سعيد. I was very happy. طيب